أحسن الله إليكم ونفع بكم. في سؤال آخر له يقول: ما حكم من يذهب إلى المشعوذين ويعتقد فيهم النفع والضرر؟ لا يجوز الذهاب إلى المشعوذين والدجالين والسحرة والكهان والمنجمين لما في ذلك من فساد العقيدة ومضادة التوحيد وحصول الأضرار في الفرد والمجتمع، فالواجب تجنبهم والبعد عنهم إن لم يمكن الأخذ على أيديهم ومنعهم من هذا العمل الشيطاني، فعلى الأقل الإنسان يعتزلهم ويبتعد عنهم ويحذر منهم. قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا وعيد شديد يدل على تحريم إتيان الكهان والمشعوذين ونحوهم. وأما اعتقاد أنهم يضرون وينفعون من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر. الواجب على المسلم أن يحذر من ذلك وأن يعتقد أنه لا يضر وينفع إلا الله سبحانه وتعالى، يتوكل عليه ويعتمد عليه. نعم.